الله من ذنبي ومن زلالي، ما زلت والله من ذنبي على وجلي. ما ذكروا بعض الناس يحتال، ذكروا أن امرأة أتت إلى مجموعة من التجار في البلد لهم مجلس يجلسون فيه، فأقبلت إليهم قالت: أيها القوم، أنا امرأة زوجي غاب عني منذ 10 سنين ولم يطلقني ولم يخالعني ولم، فأريد واحد منكم يتبرع يأتي عند القاضي يقول إيه أنا زوجها ويطلقني قدام القاضي عشان يعطيني سك طلاق بس أنا أدبر نفسي. فتكاسلوا، فقالت: من يقوم معي وله 100 دينار يجي بس يقف عند القاضي يقول إيه أنا زوجها، تراك طالق فمان الله، شو ضرك و100 دينار؟ قام واحد منهم ملقوف كذا قال: والله زين 100 دينار يلا. قام معها ودخلوا على القاضي، قال لها القاضي: يا ما في طلاق؟ قالت: أبد، جبت زوجي أبشرك، لقيناه زوجي المفقود لقيناه. قال: الحمد لله، يلا نخلصك الحين، أنت زوجها؟ قال: نعم أنا زوجها. ليش غايب الله يهديك 10 سنين؟ قال: والله تعرف ظروف الحياة وكذا، غبت 10 سنين. معلش يا قاضي. قال: يلا بتطلقها؟ قال: إيه بطلقها. قال: تبغى عوض تبغى مهر؟ قال: ما أبغى ولا شيء، أبغى أفتك منها بس. قال: يلا طلقها. فقال لها: أنت طالق طالق طالق. فلما طلقها الثلاثا قالت: يا أيها القاضي. قال: نعم. قالت: إني أطالبه بنفقة 10 سنين. إن كيدكن عظيم، انتبه لا تلعب عليك حرمة. قالت: إني أطالبه بنفقة 10 سنين. فقال: كم نفقتك في الشهر؟ قالت: نفقتي في الشهر 20 دينارا. يا الله تكفيني خبز وحليب، الرجال حابسني على ذمته، ما خلاني أترزق وتزوج. وبعدين يقولون: فحكم لها القاضي 5000 دينار. فالرجال تورط لا يقدر يقول من يبزوجها، ثم عاد يسجنه القاضي ويجلده يا كذاب، ولا يقدر يقول إيه أنا زوجها. يقولون: فاضطر وغرم لها 5000 دينار عطاها إياه. بعدين قالت له: حتى لا نظلمك هذه 100 دينار. المرأة خايفة تظلمه مسكينة، تعرف حرام الظلم، فهي ما تبغى يطالبها يوم القيامة، قالت: وعدتك 100 دينار.